تيك توك فيديو لطابور طويل جدا يضم مئات أو آلاف المواطنين في ولاية وهران. وقال شهود عيان أن هؤلاء المواطنين ينتظرون دورهم من أجل إيداع ملفاتهم حتى يتم تسوية وضعيتهم في القريب العاجل، وذلك بعد إعلان عشرات الصفحات عن الملف المطلوب لإيداع على مستوى المؤسسة العسكرية فيما يخص جنود الاستبقاء والذين تم تجنيدهم أو تمديد تجنيدهم سنوات العشرية السوداء. وكانت وزارة الدفاع الوطني فيما مضى قد استقبلت ممثلي النواحي لجنود الاستبقاء سنوات العشرية السوداء والمعروفين أيضا باسم 18+6، وقد وعدتهم الوزارة بتسوية وضعيتهم في القريب العاجل.